أيضا تعرض إلى اختراق إسرائيلي. نعم نعم. بالسبعينات بالسبعينات. سبعينات لو ثمانينات. لا سبعينات. مو ثمانينات. لا مو ثمانينات. بين بس هو استمر إلى الثمانينات. استمر الاختراق. يعني باقين يتجسسون. أي. هم زرعوا منظومة. أي. هو شنو الموضوع؟ المنطقة بين H2 H3. أي بهالمنطقة هذه بالضبط. اللي هو يفوت بها. هاي منطقة طبعا هذيك مناطق صحراء. ومناطق بذاك الوقت يعني خلينا نقول بنهاية السبعينات. العراق ما عنده ذيك المنظومات المتطورة مال الرادار ففات الطيارات الإسرائيلية هليكوبترات فاتت حتى أنا أهل الدفاع جو يقولون إحنا رصدنا بس اختفت هي نزلت بالمكان ففاتت على من هون صور إحنا كانت هاي أكو كيبل يسموه الكيبل المحوري هذا كيبل خاص بالجيش هذا الكيبل المنهولات مات من بيها سيطرة مركزية من بغداد عليها فقدروا يفوتوا لها وقفوا هاي السيطرة المركزية وزرعوا منظومة وبيها تقريبا رادار هالكبرات هو يعني مو رادار خلينا نقول يعني أريال أنتنا أنتنا هالكبرات طالع من المنهول هذا بس هناك منو يوصل يعني يا هو اللي يوصل هي صحراء صحراء حتى اللي كشفها كشفها راعي راعي أغنام راعي مال أغنام قالوا ما بأكو هيشي مثل هذا يمل هاي دي يصير يمل أكو هيشي مثل الأريال فطلعوا الجماعة راحوا عليه من الاستخبارات وشي الله يرحمهم توفوا يعني فكان هم يعني الإسرائيليين هم منهم هم الأمريكان وإسرائيل والمسائل يعني متطورين بهالمجال هذا فطلعت منظومة حاطيها وفعلا تثبت بهذا وتوصل إلى مكان وأيضا يعني الريبيتر المهم معلومة اللي تنقل تطلع عن طريق هذا ففككوه جماعتنا مو انفجرت عليهم أو شيء هم توقعوا وفككوه هم ما عرفوا انه هو بيسموه ديزيجنيتر يعني بمفجر لانه منظومه متطوره عبالهم هي هذه المنظومه فكوها وجابوها فمن حطوها بس فكوها حطوها بسياراتهم شنو هذا وكان تنفجر لانه ما يخلوك تعرف شكو شماكو بيها يعني هي جماعتهم كان المفروض يعني عندهم يكونون اكثر نباهه اي فراحوا بيها يعني ضباط الله يرحمهم نواب ضباط هم توفوا بيها راحوا حوالي يعني 6-7 اشخاص توفوا بيها بس هي كانت يعني هي مثل ما يقول لك الشرارة اللي خلت الدولة تكون حريصة على موضوع الناحية الأمنية بهالموضوع هذا بعدها يعني صارت هواية تجديدات على الموضوع.